طيب على العكس النادي المصري الى حد كبير ماشي بشكل كويس جدا، تحديدا في البطوله الافريقيه ماشي بشكل رائع جدا. الدوري النهارده كان عنده تعادل مع ايستن كومباني، كان مباراه ممكن يكسبها المصري، ولكن المصري في المجمل ماشي بشكل محترم. معايا على الهاتف سياده النائب حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك. طيب قبل ما اكلمك على مباراه النهارده، لازم اهنيكم كلكم في النادي المصري على المدير الفني الحالي للنادي المصري، وهني جماهير بورسعيد باداء فريق المصري في البطوله الافريقيه الكونفدراليه. والله الحمد لله، يعني كان توفيق كبير من ربنا خلال المجلس السابق اللي احنا قدرنا نتعاقد مع الكابتن معين شعباني. الكابتن معين شعباني سي في كبير بالبطولات الافريقيه والدوري التونسي، وراجل يعني فعلا عنده خبرات بينقلها للعيبه، والحمد لله ماشيين بخطه ثابته سواء في الدوري او في الكونفدراليه. احنا زي ما انت عارف عندنا مباريات متلاحقه بشكل كبير، فالكابتن معين كمان الفتره اللي فاتت دي بيعمل روتيشن عالي جدا عشان يقدر يحافظ على لعبته بدنيا وفنيا وذهنيا، ويقدروا يقدموا الاداء اللي احنا شايفينه في افريقيا. والحمد لله في الدوري الى حد ما ماشيين، الحمد لله ما خسرناش الا ماتش واحد، وان شاء الله وقت ما الدنيا بس تبقى في نفس بس اللي احنا نقدر نلعب بالفول تيم، هتلاقي ان شاء الله كمان انتاج افضل وافضل ان شاء الله في الفترة. صحيح صحيح. طيب سمعنا ان في مفاوضات من نادي الرجاء مع كابتن معين، هل الكلام ده مظبوط؟ بص زي ما انت شايف كده، طبعا اي حد ناجح بيبقى فيه عليه العين، ففي كلام كتير بيحصل الفتره اللي فاتت، لكن في تعاقد الكابتن معين لسه له تعاقده مع النادي المصري سنه ونص، يعني السيزون ده والسيزون اللي جاي كمان. احنا كمجلس اداره نادي مصري متمسك بالكابتن معين الشعباني جدا، وبنقدره ومتمسكين بيه، وهو في نفس الوقت برضه شايف ان الدنيا مستقره وحابب ان هو يكمل مع النادي المصري وحابب ان هو يعمل حاجه، واحنا نفسنا كمان ان الكابتن معين يحقق معانا بطوله تسعد جماهير النادي المصري وتسعد جمهور بورسعيد في كل مكان، وان شاء الله يتحقق ان شاء الله. يعني هو يا فندم هو بلغكم بعروض؟ يا فندم بلغكم بوجود عروض؟ لا بص، يعني بيحصل تليفونات بيحصل كلام، لكن ما فيش يعني جديه عروض، لكن او ما فيش حاجه رسمي بمعنى اصح، كلها تليفونات بتحصل، لكن في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك كده مجلس اداره النادي المصري متمسك بالكابتن معين الشعباني، والكابتن معين الشعباني ان شاء الله برضه مكمل معانا كمجلس في النادي المصري وبورسعيد باذن الله. سيادة النائب حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.